أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات 2018 بدء الصمت الانتخابي، والذي يجب أن تتوقف خلالها جميع أعمال الدعاية الانتخابية في جميع أنحاء المملكة، وذلك قبل 24 ساعة من الموعد المحدد للاقتراع في ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية. وبيّنت اللجنة أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الهاتفية وفتح المقار الانتخابية، وكذلك تجنب الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين، سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو بأي مكان آخر، حيث يعد ذلك مخالفا للقانون. كما لا يجوز للمرشح التواجد بالمقر الانتخابي لأنه يعتبر دعاية انتخابية. ودعت اللجنة التنفيذية الجميع إلى التزام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم خرق فترة الصمت الانتخابي.